فهد تخرج من الجامعة تخصص تقنية المعلومات. بحث فهد عن فرص للعمل في مجال الأمن السبراني، حيث أنه اكتشف وجود العديد من الوظائف الشاغرة في هذا المجال، بالإضافة إلى متوسط رواتب العاملين في مجال الأمن السبراني أعلى بكثير مما هي عليه في وظائف تكنولوجيا المعلومات. قرر فهد الحصول على تدريب وشهادات للانضمام إلى المجال والتقدم للوظائف على الفور. حصل على العديد من الدورات والشهادات في مجال الأمن السبراني وتقدم إلى وظائف مختلفة في مجال الأمن السبراني، لكنه لم يكن قادراً على الحصول على أي عمل أو حتى مقابلة واحدة. أدرك فهد أخيراً أن التدريب والشهادات ليست كافية، حيث أنه كان يفتقد أهم شيء للعثور على وظيفة وهي الخبرة المهنية. بحث فهد عبر الإنترنت عن فرص تدريب في مجال الأمن السبراني، فوجد برنامج مهني لأخصائي الأمن السبراني الذي يقدمه مركز المبدعون بجامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع شركة إنفوسيك للتدريب والاستشارات وشركة باسقات. وهو برنامج لا يدرب الدارسين على مهارات الأمن السبراني فحسب، بل يزودهم أيضاً بخبرة عملية في مشاريع حقيقية وأنشطة تشغيلية حقيقية. وهذا هو بالضبط ما يحتاجه فهد وما يؤهله للعثور على وظيفة. وجد فهد أيضاً تعليقات خريجين البرنامج حول كيف ساعدهم البرنامج في الحصول على الوظائف التي يحلمون بها، وقرر الانضمام إلينا. بعد أن أكمل البرنامج قام بتحديث سيرته الذاتية بالخبرة الحقيقية التي اكتسبها والتطبيقات الحقيقية التي تعلمها في بيئة عمل حقيقية، وتم استدعاؤه لإجراء العديد من المقابلات، وانتهى به الأمر أخيراً بوظيفة أحلامه في مجال الأمن السبراني مثل كثيرين آخرين. إننا لا نقدم مجرد تدريب، بل مشاركة تجربة حقيقية.